كيف السلام عليكم خوتي، شكرا على حبس حاجه جيده. عندي بزاف هذاك مش فيديو على بالي باك 2022 اخر نهار او ما قبل الاخير. غدوه ان شاء الله راح نجوز كوطابيتي يوم 12 جوان. اليوم ان شاء الله لا فيديو كيفاش حتكون. اول حاجه حتكون عباره عن مراجعه اهم نهايه سنه ببعض التطبيقات المقترحه غدوه ان شاء الله، وندير لكم قوانين تاع حساب نتائج كاع بدون حل تمارين مع التفكير تاع البياج الممكنه. قوانين تاع الميزانيه الوظيفيه حاجه خفيفه، القوانين تاع القروض نعاود نكتبهم لكم. اما الوحده 13 راهي مديوره في لاشين يوتيوب الحصه. شوف ننصحكم، اذا حاب تجيب 20 روح شوف الحصه 20، الحصه 21، الحصه 22 باش تفهم ميزانيه بالقروض. ميزانيه فكره شابه تاع باك 2016 حطيح 99%، والوحده 13 بصحتك تشوف الفيديو رقم 22 خلاص. هذه شحال تدير لك؟ نص ساعه، نص ساعه، نص ساعه، ساعه ونص تشوفهم في السهره. هاد داري كيف؟ وزيد تشوف الفيديو هذه اللي نحطها لك على 6 ولا 5 ونص تاع العشيه، يعني ليله الباك، كي تشوفها كومبلي كيف كيف واحد الساعه ونص ماكسيموم، ثلاث سوايع مع اللايف اللي احنا نديروه، اربع سوايع ونص تلفزيون تروح تجوز. معناتها من 5 ونص ل 11 تاع الليل ولا 12 تاع الليل روح ترقد على روحك. ليله الباك ماشي باش تحل فيها تمارين، تريفيزي فيها القوانين فقط، هذه هي. واللي ما قراش عن كومبلي ماشي بريزيك ولا يا اخي، دوكا وقت مراجعه القوانين وليس حل التمارين. خلاص بسم الله نبداو. تبع معايا راح نشوف برك الكواليتي اذا راهي تبان مليح ما شاء الله. نبداو ان شاء الله كواليتي الصوت ان شاء الله. ليكيب مراجعه شامله قبل نهايه السنه، ما حش نزرب الدروس قادرناها مقترحه غدوه ان شاء الله تلقاها في الباك. هذا العام مؤونه الاخبار راح تطيح تعويض زائد ترصيد، اشفى عليها مليح. اول حاجه مؤونه الاخبار كيما على بالكم كاع فيها ثلاث حالات او فيها حالتين، يا اما صدور الحكم يا اما عدم صدور الحكم. ما معنى صدور الحكم؟ كي تسمع كلمة فصلت لصالح أو أصدر القاضي حكم كذا وكذا، لصالح العامل أو مصلحة الضرائب إلى آخره، ولصالح المؤسسة. إذا قال لك لصالح المؤسسة دير إلغاء، والإلغاء كاع تعرفوه، هذا هو القيد تاع الإلغاء 151 78 3 3 معناتها خصوم غير جارية، و 78 استرجاعات الاستغلال. سجل بالمبلغ تلقاه داخل الميزان كيقول لك لصالح المؤسسة. اما هنا هو المثال اللي حتلقاه غدوه في الباك 99% من ميزان المراجعه قبل الجرد 31/12/2021، تسمى لي في الدائن 2020، هاوليك المبلغ تاع المؤونه السابقه. يقول لك فصلت المحكمه لصالح، غير تسمع كلمه فصلت المحكمه معناتها صدور الحكم، اصدر القاضي الى اخره، لصالح. اذا قال لك العامل حساب 63 او العمال، اذا قال لك مصلحه الضرائب حساب 64، إذا قال لك تأمينات 626، إذا قال لك زعما الهاتف عفوا الصيانة والتصليحات 615، هاد العفايس كاع معروفين. طريبيا ودفعت له تعويض ب 300,000، دائما في التعويض يكون مبالغ كيف كيف، بشيك بنكي 512، ولم يسجل أي قيد. شو معناتها ولم يسجل أي قيد؟ معناتها راح نديروا تعويض زائد ترصيد. خلاص؟ ترصيد 100% نديروه، ولكن التعويض لو كان ما قارناش هذه في الباك غدوه، لو كان هذه ما يقولها لكش ما ديرش تعويض، تعويض ما ديرهش، خلاص دير غير ترصيد. بصح كيقول لك ولا مسجل اي قيد دير تعويض زائد ترصيد. هيا تبع معايا التعويض. اول سؤال تطرحوه انت يا حتخلص تسمى دراهمك حي ينقصوا، معناتها 512 تجي هنا هذيك، كي تخلص دراهمك ينقصوا شكون راح تخلص؟ يا العامل يا مصلحه الضرائب. زي ما نقولوا العامل 63 هكذا مبلغ هاوليك 300,000 بالشيك بنكي، لاباك دائما نهاية السنة. ومن بعد ما معنى الترصيد؟ معناتها 151، 151 واش من جهة راهي؟ في الدائن، تولي في المادين. هاوليك ترصيد 151 واش من جهة راهي؟ في الدائن. وين تولي؟ في المادين. 63 يهبط يترصد، يجي هنا 63 حفيظة، لو كان 64 64 يهبط، خلاص ليك وتسجل 300,000 نفس المبلغ. هذا هو التعويض زائد ترصيد. لو كان هذه ما قالها لناش، لو كان هذه ما قالها لناش ما نديروش تعويض، نديرو ترصيد فقط. هذه الحاله اللي حتجيك في الباك غدوه ان شاء الله. واذا جات واحده اخرى شكون هي؟ تجي حاله المقارنه. المقارنه كيفاش تجي؟ ايزي ايزي. اول حاجه تسمع كلمه تتوقع ولا تسمع كلمه تحتمل. اي ماناش نزرب غدوه الباك تسمى لازم نحل هكذا. كي تسمع تتوقع ولا تحتمل معناتها مقارنه، يعني تقارن بين السنه الماضيه والحاليه وتشوف كيفاش كانت وكيفاش ولات. واش معناها؟ يا 68 يا 78، 3 5 6 نزيدوا لي 103، معروف هذا الشيء. إذا كان 68 3 151 يجي لتحت،
وإذا كانت 78-3 51 يجي الفوق وتسجل بالفرق، زعما نقولوا كانت 50,000 ولا 70,000 زادت 20,000 تسجل ب 20,000 تكتب له الحالية ناقص السابقة وتسجل الفرق. بصح أنا اللي نتوقع غدوة إن شاء الله راح تجيكم تعويض زائد ترصيد. كاين بياج كيما يعطيها لكش في ميزان المراجعة ولا درع عليها في المعطيات، ما كلها قاعد تقرا وفي سب تكوين ديريكت ما تأمنش، تسمى زعما نقولوا داخل ميزان المراجعة ما عطاها لكش وفي المعطيات هضر عليها، راح دير تكوين ديريكت. والتكوين هو هذا حاجة عيانة 68-3 مع 151 خلاص ليكن طريب يا صيبوا. بالنسبة لمقومة الأخطاء شحال درنا فيها يا ربي، درنا فيها 4 دقائق خلاص. دوك نروحوا نشوفوا الفرق بين 26-503-506 100% راهو في الباك غدوة، تسمى راه في الباك يا هذا يا هذا. العام اللي فات طاح 26، تسمى هذا العام مقترح 503-506 ولا ممكن يطيحوا في الزوج ما تقدرش تعرف. نسونسير نشوف الفرق بيناتهم. أول حاجة الفرق بيناتهم 26 نقولوا طويلة الأجل، تبقى مليح 26 طويلة الأجل ولديها خسارة قيمة اكتب عندك، و 503 ولا 506 عكس طويلة الأجل قصيرة الأجل عكس لديها خسارة لا توجد خسارة خلاص ليكن. 26 طويلة 503 قصيرة، 26 عندها خسارة 503 ما عندهاش خسارة خلاص. يعطيها لك ميزان المراجعة ما يهمكش. أروح للدرس. 26 عنده تنازل، 503 عنده تنازل، 26 عنده 900 خسارة قيمة، أما 503 عنده فوارق التقييم. وش معناتها؟ معناتها المباع عنده لا تنازل، أنا المباع عنده لا تنازل. أما هنا الغير مباعة معناتها اللي ما بعناهاش نسولها خسارة قيمة، يعني مقارنة. كي نقول مقارنة نقولوا يا 68 يا 78، 3 5 6 صوارد 6 وصول مالية. أما هنايا المباع عندها تنازل، أما الغير مباعة فوارق تقييم. تسمى نروح نشوفوا يا فرق موجب يا فرق سالب بين سعر السوق وثمن الشراء. كي نضرب لكم أمثلة تفهمني خير وخير، مانيش نزرب غد واحد جوز الباك لازم تكون ريفيزو بهذه الطريقة. روحوا قيد تنازل نشوف الفرق بيناتهم. قيد تنازل هذا الزوج إيزي، تاريخ هو يقول لك قرا في الأسئلة تلقى التاريخ. كي يقول لك احسب نتيجة التنازل احسب كذا، هذوك ما عندهمش معنى، ما تديش على الأسئلة هذو، هذوك باينين تحسبهم من القيد خلاص. صح قيد التنازل أول حاجة راح تبيع سندات ثم درهمك راح يزيدوا، معناتها 512 يجي لفوق. هنا نفس الشيء راح تبيع ثم درهمك راح يزيدوا 512 يجي لفوق. وش بعد؟ دائما تجي لتحت. وش بعد؟ دائما تجي لتحت. هنا وش راك تبيع؟ راك تبيع 26. وهنا وش راك تبيع؟ راك تبيع 50 إكس يا 503 يا 506. قيد التنازل كيف كيف. برك هنا ما عندكش خسارة، هنا عندك خسارة ثم يطلع وتزيدوا له نيمير وتسعوا 26 واش نزيدوا له 9 9 تعمل تاع خسارة قيمة القديمة 512 واسمه البنوك والحسابات الجارية بمن سجلوه نسجلوه بسعر التنازل. أما 296 أو 26 9 واسمه خسارة القيمة عن السندات نسجلوه بخسارة القيمة السابقة يعني تاع العام اللي فات، و 26 واسمه السندات المساهمة أو الأوراق المالية نسجلوه بالفيسي يعني ثمن الشراء. ومن بعد نحسبوا ارسي. ارسي هي الريزلت دو سيسيون، تجمع المدين دير هذا زين هذا وتنقص له هذا، دير سعر تنازل زين خساره قيمه ناقص بي سي حتجيك يا موجب يا سالب. اذا جات موجب تسمى ربحنا يعني 7، اذا جات سالب تسمى خسرنا يعني 6. دير بالك باللي كي يكونوا في التثبيتات التي تهتلك نديروا 752 752 في السندات 767 767 خلاص. إذا كانت موجب أيجي هنا، إذا كان سالب أيجي هنا خلاص ليك. الله أعلم على حساب الإشارة، اللي راهم بالأزرق جامي يتبدلوا واللي راهم بالأحمر على حساب الإشارة خلاص خوتي. زيد شوية الإضاءة باش تبان مليح ريبيا هاي صحة. شوفوا الإضاءة الإضاءة راهي ناقصة شوية مانيش عارف أنا واش صاري معليش هيا نكملوا. بو سير التنازل تحسبوا المقاعد ساعة جاحة المقارنة يعني ها نكملوا هذا القيد نكملوا هذا القيد رابيد رابيد. قلنا هنا ما فيش خسارة قيمة تسمى تسجل ديريكت بسعر التنازل وهنا تسجل بالفي سي ومن بعد تحسب فوارق التقييم. إذا جت موجب فوارق التقييم سهلين، سعر التنازل ناقص في دي جت موجب 767 إذا جت سالب 667 نفسهم. ها الفرق بيناتهم بلس 26 50 إكس وهنا الخسارة ما كاش فرقة المحاولة أكتبهم كي تدخل. أي هنا المقارنة، المقارنة قلنا يا العيانة 68 يا المليحة 78 3 5 6
ستة ستة باسكو أصول مالية، 26 واش نزيد؟ 9، 26 واش نزيد؟ 9. بما نسجلوا بالفرق، شكون هو الفرق بين الخسارة السابقة، عفوا الخسارة الحالية والسابقة، كيفاش كانت؟ كيفاش ولات؟ وتسجل بالفرق، شرح القيد، هنا يا إما زيادة أو تكوين، وهنا يا إما تخفيض أو إلغاء. السلام عليكم مرحبا، هذه هي الخدمة تاعنا. نشوف فوائد التقييم، إذا جات موجب 76 وإذا جات سالب 66. كيكونوا الفوارق واش منا مانا نزيدو؟ قلنا 5. كيكونوا الفوارق واش منا مانا نزيدو؟ 5. وهنا طبع 50x 50x، يا 503 يا 506. يا أخي في التنازل نزيدو 7 وفي التقييم نزيدو 5 وتسجل بالفرق، معناتها فوارق التقييم. كي نحلو التمرين تفهمني خير وخير، هانا راهي بزين القويض اكتبهم رابي صح. نديرو مثال دوكا عن حساب 26، شوف راهو مقترح بزاف ليكيب، راهو مقترح بزاف، غير تبع معايا. كاليتي راهي مقلقتني انا فالي، ما فهمتش دوك اذا راهي ناقصه في الضو تاع التليفون ولا راهي ناقصه على باز. ماشي هكذا اخو، او ميتا واش هذا الكاليتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. علاش كاليتي خانتني اليوم؟ شكرا. كيف ديروا مثال مختلف بزاف. سندات، أول حاجة مبالغ من داخل ميزان المراجعة، مبالغ إجمالية. هذا اللي يجي في المدين دائما هو الفي سي الإجمالي، وهذا يجي في الدائن هو خسارة القيمة السابقة. عندنا المثال تاع هذا، خسارة السابقة هذه خسارة إجمالية، وتم الشراء تم الشراء اجمالي افي دائما ابدا وابدا. خلاص طيب، قال لك في المقايض بو، لكن ندير مثال تاع طابلو سهل بزاف. كي يعطيكم طابلو تاع سندات جايح، عارف تقسمو تعرف تضربو جياح، هذاك تاع زعما نقولو يعطي لك ابي تضرب، هذاك ما نديروش، راهو في اليوتيوب درنا 1000 مثال عليه. هذا المثال مقترح بزاف، تبع معايا وسمحوا لي على الاضاءه اللي راهي ما كشكاخ اوتي، لعنة الله على الشيطان. نعم والله ما فهمت شو صاري. إضاءة الإضاءة والراهي والراهي الإضاءة، يا الله لا حول ولا قوة. العين هذه تبعتني حتى في اليوتيوب، لا حول، لعنة الله على الشيطان. ما فهمتش الفيديو هذه، ما نجحتش على الإضاءة. حساب 26 عددها 300 سند، حيث قدرت القيمة السوقية ل 200 سند. كي قال لك القيمة السوقية، اعرف لي هذا البيفيان تاع العام الجديد، تاع العام الجديد. علاش؟ لأنه الخسارة السابقة اللي داخل عطاها لك واجدة خلاص، تسمى هنا عطا لك بيفيان تاع العام الجديد في المعطيات ل 200 سند، هو شرا 300، تسمى عطا لك بيفيان تاع 200 سند، معناتها قولوا 100، 100 هذيك هي ربحها. المهم القيمة السوقية 200 سند، منها معناتها من 300 ب 4500 دينار للسند الواحد. ربيع وفي 31 12 2021 تنزلت على 100. يا شكرا بشيك بنكي. لي بياج شنو هو؟ ما عطانيش سعر التنازل تاع السند الواحد، سعر التنازل راهو مجهول، تبع معايا مليح. كي يكون سعر التنازل مجهول من الاخر يساوي سعر السوق، احفظها هذه، اتهارد دبر راسك. بيان سور اذا ما قالكش محققة فائض قيمة ولا محققة ناقص قيمة، كيقول لك هو محققة فائض قيمة ولا محققة ناقص قيمة، لازم دير القيد. تقدر تحسب سعر التنازل حتى دير القيد، كيما تثبيتات مي هنا 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 البياج وراه. التنازل صرا في نهاية السنة، كي صرا التنازل في نهاية السنة وما يعطيلكش سعر التنازل، ديرو هو نفسه سعر السوق. معناتها هاد 100 سعر التنازل تاعهم 4570 دينار جزائري السنة الواحد. اشفى كي ما يعطيلكش سعر التنازل ما يعطيهولكش، ويكون التنازل في نهاية السنة، ديرو ديرت هو سعر السوق، احفظها هذه دبر راسك. الحل شريت 300 سند، اول حاجه عندك مباع، شحال باع؟ باع 100. ال 100 واش معناتها؟ معناتها حدي لها قيود التنازل. 300 ناقص 100 200، هذه ال 200 راهي غير مباع. واش معناتها غير مباع؟ معناتها تسويه خساره القيمه، ما راح نسويها خساره القيمه. شوف خطوه رقم واحد، لازم تكون فاهم القسم شي حظه.
ما عطاكش طابلو ما تصمش طابلو. انت واش لازم دير؟ ابدا دائما بالمباعه ايزي، ونبدا بالدبر راسك افهم باللي في المباعه. ها واش لازم تحسب؟ تحسب بالفي سي، تحسب بي في ان. بي في ان ما كان لا عندك خساره الاولى باسكو عطاها لك واجده، راهي داخل ميزان المراجعه بصح هذه اجماليه حلالي، ومن بعد مباشره قيد التنازل مباشره. هذا ما كان تسحب غير ثمن الشراء وخسارة قيمة، هاو القيد، قيد تنازل ثمن الشراء وخسارة قيمة، وسعة التنازل يحسب طري بيان. يا أخي نبداو بالقيد، هذا رسم القيد، كيفاش باع؟ باعها أنا نحلو، باعها بشيك بنكي، وش باع؟ باع 26 يطلع وش نزيد له؟ 9. إذا راك حاب تنجح في الباك أرسم القيد قبل، خلاص؟ هنا نسجلو بالفي سي، عفوا هنا نسجلو بالفي سي، بصح باك حط هذا، هذا في سي إجمالي. وهنا نسجلوا بخساره قيمه، بصح بعد حط هذا هذه خساره اجمالي. اما هنا سجلوا بسعر التنازل يتحسب، سعر التنازل جارح نديروا 100 حبه نضربوها في 4570. اخي قلت لكم باللي هو نفس سعر السوق، زيد لها زوج زواره تجي 475، زيد لها زوج زواره هاي هذا هو سعر التنازل. وخصني خساره قيمه وخصني ثمن الشراء. شوف باش نحسبهم، اول حاجه هذا اللي تشوف فيه هنا ثمن الشراء الاجمالي. انت واش دير في الورقه تاعك؟ قول له في سي للستاند الواحد يساوي في سي الاجمالي، في سي الاجمالي على العدد الاجمالي باش تحسب الستاند الواحد. هذا على هذا 1,350,000 قسمه 300 قسم رابيد 1,350,000 قسمه 300 4,500 4500 دينار. هذه 4500 تاع السعر الواحد ثمن الشراء الواحد هذا الاجمالي. انت عندك 100 حبه منها، دير 100 في 4500، 100 في 4500 سجلها هنا 4 ملايين ونص في سي. يا اخي نسجلوا بالفي سي هنا. خساره قيمه هذه 60,000، هذه 60,000 تاع 300 اجمالي باسكو ما قالكش تاع هذه تاع هذه، ثم كي ما يقولكش بعد تاعهم كاع. خساره القيمه للستاند الواحد، ستاند الواحد 60,000 دينار نقسمها على 300 شحال تعطيني هذه؟ تعطيني 2000، 2000 دينار جزائري ستاند الواحد. الله اعلم هذه هي 60,000 قسمه 300 200. الله يلعنك يا الشيطان رجعتني ماش نحسب 200. اي واش تحب يا اخو لا بريسيون نهار الاخر. بون 200 دينار لستاند الواحد، تسمى واش دير؟ تجي دير 100 ضربها في 200 دينار تلقى 20,000، تلقى 20,000 فوالا. هذه هي دوكا واش نديرو؟ نجمعو المدين في زوج ونقصو له الدائن، دير هذا زايد هذا نقص هذا زوج من خمسة 27,000 قاسي زائد 27,000 شنو هذا زائد؟ هذا هذي 767 حطه هنا 767 بشحال؟ 27,000. هذا هو البياج كي ما يعطيكش طابلو، اتعلم مليح. تسمى المبالغ اللي راه من الداخل مبالغ اجماليه، احسب تاع السعر الواحد واضرب في المبلغ اللي راك حابه ولا في العدد اللي راك حابه، صيبوا الجهه هذه. دوكا شنو المبلغ اللي تعمل قبيله سعر الستاند الواحد؟ يبقى نفسه. الغير مباعه، الخطوه تاعها احفظهم، تحسب لها الفي سي، نديروا 200 نضربوها في 4500 دينار، جزائر هذيك 4500 تاع السعر الواحد. نلقاو في سي شحال؟ 200 هذه 9 ملايين تخرج، 9 ملايين تخرج 9 ملايين. ولا تقدر دير هذا 1,350,000 هذه مليون ولا شحال؟ والله ماني عارف شنو ندير. 1,350,000 ناقص 450,000 900,000 تقدر دير هكذا تخرج لك ثاني. ومن بعد الخساره الاولى خساره القيمه الاولى بلا ما تضرب نقص يا اخي 60,000 اجمالي، 60,000 ناقص 20,000 40,000. يا اخي قلنا خساره ديال الدخل اجمالي 60,000 ناقص 20,000 40,000. ومن بعد واش دير؟ تحسب له البي في ان الدوزيام، معناتها سعر السوق الدوزيام. هنا اش ما حسبناش سعر السوق؟ واش دير به؟ عطاني خساره واجده، حنا سعر السوق نحسبوا به الخساره. انا نزرب باسكو غدوه الباك ما عنديش الوقت. تسمى سعر السوق الاول سي بارابيل، اصلا ما تقدرش ما عندكش سعر السوق. بي في ان الدوزيام واش تحسبوا؟ عندك 200 سند تضربها بسعر السوق 4570. احسب زهر طاح سعر السوق هو نفسه سعر التنازل باسكو ما عطانيش سعر التنازل، وكي ما يعطينيش سعر التنازل نديرو هو نفسه سعر السوق. نهار يكون التنازل في نهايه
السنه خلاص 914000 914000 دوكا نقدر نحسب خساره القيمه لكن بلا ما نحسب عيني ميزاني اي خساره القيمه الدوزيام باش نحسبها يا اخي كومباري البي في ان مع الفيزي يرحم بابك شريتها 900000 سوموني 914 واش نقول له لا توجد خساره قيمه لان سعر السوق اكبر من ثمن الشراء منطق سوموني اكثر من شريتها تسمى راني رابح معناتها الخساره ما كاش بس 14000 هذه كيما تكونش كاينه خساره اذا المقارنه كانت كاينه ولات ما كاش تسمى الغاء والالغاء حاجه عياء مليحه معناتها استرجاع اموال والاسترجاع هي 78 ثم قلت لكم يا 68 يا 78 3 5 6 6 26 واش نزيد 9 وتسجل ب 40000 علاش 40000 باسكو تلغي الخساره السابقه هذه هي لا ريفيزيون شرح القيد تقول له الغاء خساره القيمه السابقه و لا دات نهايه السنه بيان سور 31/2021 وتسجل خلاص لكن هذا كاول تمرين تاع سندات ايزي ساهل ماهر هكذا انا اللي متوقع هذا العام حيجيك في الباك بهذا الشكل ما يجيش بالطابلو واذا جاء بالطابلو ساهل درناه 1000 فوا 1000 مره درنا لك امثله تاع الطابلو دوكا ندير لكم مثال على 503 و 506 هذاك ساهل هذاك ثانيك كي تجيب الهضره ولا تجيب الطابلو كاع كيف كيف عندك ميثود ترسم زوج فيلات طروازيطاج طروازيلو كانكيلو اخبط له الماء دق دق له خويا ها تبع معايا غدوه باك 2022 غدوه باك 2022 حتلقى اكزومبل بار اكزومبل هكذايا ها ليك طابلو صغير ميم ماشي طابلو بالهضره سي كيف كيف ليسونسيال طروازيلو ثلاثه لي زيطاج دبر راسك تهارب قدامنا من هنا بون حيكتب لك هنا الشراء بعد يكتب لك هنا التنازل بعد يكتب لك هنا السوق ولا سعر البيع خلاص ليك بار اكزومبل يقول لك شرينا 500 سالم هكذا يقول لك 3000 دينار للسند الواحد يعني هذو 500 سند خلصنا ب 3000 دينار للسند الواحد ومن بعد يقول لك تنازل بعنا 200 سند سعر التنازل يقول لك 2800 دينار جزائري ومن بعد يقول لك سعر السوق 3400 دينار جزائري تبع مليح 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 اول حاجه شحال شرى من سند 500 شحال باع 200 الله يربح 500 ناقص 200 300 سنة تسمى سعر السوق تاع 300 باش تفهم باسكو ما قالكش شحال كاين من عدد هنا سنتجها وحدك اذا طالك بالكتيبه بلا ما تزرب اليوتيوب نزرب وحدي اذا طالك بالكتيبه راح يقول لك تم شراء 500 سند ثم تنازلنا عن 200 وما يقول لك علمك انه باقي الاسهم قدرت بكذا باقي الاسهم هي 300 هذه هي الباقيه راك شاهد لازم تقولها للغير وباع اول حاجه بون باعها بشيك بنكي هذيك جاها هاني والسؤال سجل قوي سويه احسن نتيجه التنازل سجل قوي التنازل ما كان لا 500 سنه بروازين لو بنينو ثلاثه فيلات ثلاثه لي زيطاج زوج فيلات ها ها هاني هاني 140 في العالم شحال باعنا سنه دائما مبعدلها من مبعدل هي التنازل 500 ناقص 200 300 300 نديرو لها فوارق التقييم حذاري حذاري فوارق التقييم وهنا نديرو التنازل شوف منا فيسي ومنا فيسي هذا وقتاش دير هذه العفسه تفضل تاع 503 او 506 تاع 26 ما تقدرش باسكو 26 ما فيش عام واحد فيه عامين طويل الاجل مقارنه هذا لا فيه عام واحد فيسي بعد منا تكتب سعر التنازل بعد منا تكتب سعر السوق منا تكتب ارسي منا تكتب فوارق تقييم ماشي فوارق الجر ديال راس الداندوي الجاهل صح دائما دير هذا ناقص هذا احفظها دوزيام ايطاج ناقص ثمانية ايطاج يعطيك ارسي كيف كيف هنا هذا ناقص هذا يعطيك هذا صحيح صح كيفاش تحسب بالبي سي شوف منا عندك 200 سند في منا عندك 300 في منا عندك 200 سند في منا عندك 300 في هذا العام واش راني متوقع راني متوقع سعر التنازل يعطيه لك واجد يقول لك تنازلنا عن 200 سند بسعر 400000 معناتها هذيك 400000 ما نساش تضربها ديرها اطار تبها ديرك تسمى طالع لك واجده استناها غدوه صح ما تقولش كزال ولا انا هكذا نسي زهري من مرين صح نبدا بالفي سي في سي دائما موحد واش معناتها موحد يجي من ويجي من دائما 3000 دينار 3000 دينار فكركم ب 2017 ما عطاهمش هذا عطاهم داخل ميزان المراجعه ثمن الشراء الاجمالي انت واش دير
اللي راه داخل ميزان المراجعه قدام 503 ولا 506 احكموا قسموا على 500 تلقى سيسان الواحد حطوا من حطوا من تربح تسمى اللي داخل الميزان اجمالي اتهلا سعر التنازل هاوليك بون هذا سيبو ما نسحقكش سعر التنازل 2800 حطها منا سيبو ما نسحقكش سعر السوق 3400 حطها منا سيبو ما نسحقكش تسمى ما عندك ما دير بهم دوكا هاي هذا في هذا تلقى 600000 هذا في هذا تلقى 3 في 3 900000 اخي هكذا صح هذا في هذا الزوج في زوج في في 200 200 في 200 400 هكذا 400 440000 40000 تسمى هنا 560 يا او نحسب الغلط انا كي نحب نحسب هذه 3 في 4 شحال 300 في 4 120 120 مليون و20 مليون و20 هذا شوف شوف اذا صح رابيد 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 200 في 2800 560 صحيح 300 في 3400 مليون و20 اول جبتها صحيح ندير 560 ناقص شوف 560 ناقص هذه شحال تخرج تخرج ناقص 40000 اي كتبها له في الباك فاش درت قول له درت هذه ناقص هذه كتبها له صحها طابلو ترسمو في الباك تروا زيطاج زوج فيلا جات اشاره ناقص دوك نولي لك هذا ناقص هذا تخرج زائد 120000 زائد 120 اول حاجه اشاره سعر تسمى 66 اشاره موجب تسمى 76 حفظناها كي يكونوا في التنازل كريستيانو 207 كي يكونوا في التقييم رفيق حليش 205 خلاص قلت له دير القيود ديرك فوالا التقييم القيد تاعو ايزي ساهل ماهل ما كاش شي ما يعرفوش اول حاجه جاتك موجب تسمى 76 واش من نيميرو تزيد 5 وطبع هنا 503 ولا 506 على حساب شحال الفرق 120000 سجل ب 120000 سجل ب 120000 شرح القيد فوارق التقييم موجب فوائد قيمه ولا اكتب له فوائد اكتب له فوارق التقييم موجب وهذا اسمه فوائد قيمه هذا اسمه يعطيه لك ماضات نهايه السنه تنازل درناه مقبل القيد كيفاش واش وما فيش خساره تسمى هنا 512 هنا 503 وجد اشاره سالب تسمى 66 7 ها الموجب يجي لتحت السالب يجي لفوق هذا سجلوا بسعر التنازل هاولي 560000 هذا سجلوا بالارسي 40000 وهذا بثمن شراء 600000 هاولي هو بدا راك كملت شرح القيد عمليه التنازل لاباط هو يقول لك في السؤال واش من التاريخ تسجل به هذا هو ملخص غير 503 506 سهل جدا واحد يقول لي صعيب شكون اللي صعب عليك خلاص دوكا نروح نريفيزيو رابيد مخزونات ونزيد نضرب لكم تمرين زبائن باش نروحوا القوانين تاع حساب النتائج نفكركم كاع في القوانين باسكو هما الصح كي تشوف هذا لافيديو تقدر تروح تجوز ديرك راني وصيتك بسم الله مخزونات ليكيب غدوه ان شاء الله نقترح بزاف فوارق نجر اوفيسيال 380 81 82 خساره القيمه ممكن تطيح ممكن ما تطيحش صح نعاودوها صح تبع معايا مخزونات كاين 30 31 32 35 في الباك هذوما كاين 3 دروس الدرس الاول خساره القيمه الدرس الدوزيام فوارق الجر الدرس الثروازيام 38 اكس اللي هو ترصيد المشتريات خساره القيمه كش تفيق باللي راك فيه كي يعطي لك سعر السوق اللي هو بي في ان ماشي لازم غير سعر السوق القيمه القابله للتحصيل سعر البيع الصافي هنايا يقول لك مبرر ولا يقول لك غير مبرر مبرر مع من يمشي مع اخوه غير مبرر مع الشيكورو دي ما كانش يقرا عندي ما كانش تبع اليوتيوب انسى تفهم اتهلا هذا فيه زوج يا تندوف يا خنش لعه 8 تاع صباح فيه زوج حالات اوبليس هذو هما كاع الدروس تبعك ريبيا نريفيزو دوكا خساره القيمه نبداو بها خساره القيمه اللي كيف كما كاع على بالكم فيها حالتين فيها يا اما العيانه يا اما المليحه سيتادير فيها يا 68 عكس 68 78 3 5 6 نزيدوا النيميرو 5 اللي ما على بالوش 3 نزيدوها في المؤونات 5 نزيدوها في الزبائن والمخزونات و6 نزيدوها في السندات هذه تحفظها لي حنا راه في المخزونات واش من النيميرو نزيدو 5 واش معناتها 5 اصول جاريه معناتها متغيره وهنايا طبع 39 اكس سيتادير 9 تعمل تاع خساره القيمه والاكس يا الزيرو يا الواحد يا زوج يا الخمسه كيف كيف هنا طبع 39 اكس واش معناتها اكس يا الزيرو يا الواحد يا زوج يا الخمسه وتسجل بالفرق مقارنه باينه كيفاش كانت كيفاش ولا نضربوا امثله في الظريف باغ اكزومبل تاع هذا العام ان شاء الله راح يعطيك مثال مراجعه
هاوليكم راه تبع معايا رابيد انا نزرب سكاره ونبقى نزرب وفهمها كيما تحب. هكذا خويا شكرا صح حبيبي. زعما هاو ميزان المراجعه حنا عطيناك مثال فيه كلش واحد بون نبدلو شويه 32 380 392 هكذا اللي كاين صح. شوف 30 31 32 35 المبلغ اللي يجي هنا زعما نقولو هنا 400000 دائما المبلغ تاع هادو اللي راهم هنا اللي يجي داخل ميزان المراجعه نرمزو له الجرد المحاسبي. تسمى 30 32 هما الجرد المحاسبي زعما هنا 500000 هكذا. 380 يقدر يجي مدين يقدر يجي دائن خلاص. ندير مثالين 382 باغ اكزومبل نحطو هذا هنايا ب 70000 ونحطو هذا هنايا ب 50000 يا ودي ما يهمكش. هادو نرمزو لهم مشتريات كيجيو داخل ميزان المراجعه. واش نرمزو لهم مشتريات؟ ابدا بهم غدو في الباك باسكو راح طيح يجيبو الترصيد دير لهم عمليه ترصيد. ومن بعد عندك زعما نقولوا 390 لازم في الدائن باسكو نيميرو 9 390 زعما نقولوا خساره سابقه زعما نقولوا 6000 اكزومبل. هاي صحه في المطايات وشي مدلك يقول لك هاك تبع مليح تبع مليح. يقول لك بالنسبه للمخزونات يبدا لك هكذا بالنسبه للبضائع شكون البضائع اللي هي 30 يقول لك قدرت ولا كانك في جدول ما قادر هضره ولا جدول قدرت القيمه السوقيه ب زعما نقولوا 390000 هكذا علما ان الجرد الحقيقي شكون هو الجرد الحقيقي بين قوسين هو الجرد المادي حذاري هو ثمن شراء المحاسبي ثمن شراء والجرد المادي ثمن شراء برك المادي ثمن شراء حقيقي اما المحاسبي غير حقيقي تسمى الاولويه الحقيقي زعما نقولوا 385000 دينار جزائري خلاص خوتي سي بون. بعدين يقول لك زعما نقولوا علما ان فرق الجرد غير مبرر بار اكزومبل هذا بالنسبه للبضائع. ومن بعد بالنسبه ل 32 يقول لك مباشره الجرد المادي زعما نقولوا 600000 فرق جرد مبرر بلس هذا واش قال لك السؤال ويزيد يقول لك هكذا فسر سبب ظهور 380 و 382 في ميزان المراجعه هذا ظهر دائن وهذا ظهر بديل. السؤال سجل قيود تسويه في الباك التلميذ كيشوف هكذا تخلع هي لا لا هذا كومبلي تابع 30 وهذا تبع 32 وهذا سؤال وحده وانت سجل قوية تسوية ابدا ب 30 شوف كيفاش تخدم في الباك باش ما تعينيش الله يسرك. شوف مليح معايا 30 كيفاش راح كيفاش راح نسايزها كيفاش راح نعذبها 30 روح شوف برك كاليتي تم تم او منا راهي خردة تبع معايا تبع معايا تبع معايا انا بربح جيك سهلة اركز راهي 34 دقيقة. شوف معايا اول حاجة قولوا بلي 30 حندي لها زوج دروس خسارة القيمة باسكو عندي بي في ان وعندها فوارق الجرد فوارق الجرد باسكو واش قال لك؟ قال لك غير مبرر. تبع أول حاجة قسم الورقة على زوج تاخذ رأي ابدا فوارق الجرد طلع على المورال باسكو فوارق الجرد جايحة واش تساوي؟ الجرد المادي ناقص الجرد المحاسبي. الجرد المادي هذا وفي المطايع 385000 ناقص الجرد المحاسبي هذا 400000 400000 اللي راهو داخل الميزان لقينا هذا ناقص 15000 ناقص 15000 اول حاجه اشاره سالب اشاره سالب واش معناتها؟ معناتها 30 يجي لتحت اشاره سالب معناتها 30 يجي لتحت لو كان موجب يجي لفوق نعرفوها هذه. قال لك غير مبرر يمشي مع شنو يكونوا غير مبرر كاين زوج شواكل كاين الشيكور الكبير وكاين الشيكور الصغير. الشيكور الكبير هو 7 والشيكور الصغير هو 6 استثنائي 57 استثنائي معناتها 57 خلاص. حنايا جاتنا اشاره سالب تسمى الشيكور الصغير معناتها نيميرو 6 استثنائي 57 واش معناتها 6 معناتها اعباء 57 استثنائيه اعباء استثنائيه واش معناتها 7 منتوجات 57 استثنائيه شرح نقي فارق سالب غير مبرر شحال 15000 15000 لا دات 31 12
2021 30 معناتها بضائع تربح. هذا بالنسبه فوارق الجو. خساره قيمه، شو كيفاش نسوي خساره قيمه؟ واش حسهله؟ اول حاجه عندك تحفظ هذا الميثود، دائما دير بين قوسين اكتب له هنا مقارنه، افسح زوج فلايش، عندك خساره سابقه وعندك خساره حاليه. السابقه دائما نصيبوها في ميزان المراجعه، اذا كانت كاينه اللهم بارك، اذا ما كانتش كاينه طريق السد. نجي لميزان المراجعه، هاو 30 هاو 390، تسمع عندها خساره قديمه 6000، اكتبها هنا خساره قديمه 6000، هذا ما كان. اما الخساره الحاليه تحسب بذكاء، خساره القيمه الحاليه تساوي سعر السوق بالعرضيه، سعر السوق ناقص ثمن الشراء، ولكن والعكس فما شاء ناقص سعر السوق كما تحب. المهم افهم باللي اسكو كان خساره ولا ما كاش، ما يهمش القانون، هذيك اللي يقول لكم اذا موجب لا سالب اغبياء. ثمن الشراء في حالتين، يا اما يكون مادي يا اما يكون محاسبي. اولويه للمادي، اذا ما عطاناش المادي نخدموا بالمحاسبي. المادي دائما في المعطيات، علما ان الجهد المادي اللي هو الحقيقي، عندنا الجهد المادي، بما انه عندنا الجهد المادي تسمى يسقط المحاسبي، باي باي. بصح لو كان ما عندناش المادي، لو كان ما عندناش نخدموا بالمحاسبي، خلاص؟ بما انه عندنا المادي تسمى سي بون افير المحاسبي، اللي يقرا عندي يفهمني. سعر السوق شحال؟ 390,000 ناقص ثمن الشراء الحقيقي 385,000. اللي يقول لي وهذا واش نديروا به؟ ندير به هذا، خدمنا به الفوارق الجد خلاص بزاف عليه. لكن بالك تحسب، بالك تحسب يا حم ركز، اسمع سعر السوق، سعر السوق عاود شوف هذا سعر السوق راهو كبير على ثمن الشراء. اسيدي بالعكس اللي يديروا قانون بالعكس، ثمن الشراء ناقص سعر السوق. ايه كيف كيف يلحق؟ حنقول لك قريب قلت لك يلحق، قريب قلت لك 385,000 ناقص 390، ومن بعد كي نعكس القانون كيف كيف؟ افهم سعر السوق راه 390,000 وثمن الشراء 385، رابح ولا خاسر؟ لك رابح، بما انه رابح لا توجد، اسمع هنا نقول له لا توجد خساره القيمه. سعر السوق او بعت ثمن الشراء، سعر السوق او بعت ثمن الشراء، ما يهمش القانون، افهم ما تحفظش، افهم كانت كاينه ولات ما كانش، تسمى الغاء خساره القيمه. ودير الغاء، الغاء هي 78 3 5 6 5 وهنا 30 واش تزيد لها 9 وتلغي 6000، سجل ب 6000 6000، وهذا تكون كملت كاع 30 وديت علامه كامله خلاص. ديك الطريقه تسمى 30 ما تجيش كاع تسحقها دوك خلاص، 30 تسمى وين كاين 30 ما تسحقهاش، ها ما تسحقش كاع 30، فهمت؟ 30 390 اللي كانت تابعين ليها صيب وانا كملنا. دوكا نروحو نسويو والوضعيه تاع 32 شدي تخدم كل وحده وحدها، لكن لا تقلق. شوف 32 عندها غير فوارق الجرد، عندها الجرد المادي ديرها تسمى فوارق الجرد جاحه، واش تجدد؟ فوارق الجرد بالنسبه لحساب 32 المادي ناقص المحاسب، المادي 600,000 ناقص المحاسبي هاوليك 500,000 شحال تخرج؟ تخرج زائد 100,000 بما انه موجب، تسمى وين يجي الفوق ولا تحت؟ يجي الفوق 32 مبرر مع من يمشي؟ مع خوه، شكون خوه؟ 600 وزوج، يا اخي 30 خوه 600، 31 601، 32 600 وزوج، و 35 724، ولو كي درتهم هنا 7 57 6 57 كيقول لك غير مبرر، وهذا اسمه تموينات أخرى مستهلكة، هذا اسمه تموينات أخرى، وتسجل ب 100,000، وتسجل ب 100,000، خلاص خوتي؟ هذا ما كان، دوكا نروحوا نديروا أهم حاجة اللي هي 380 380 في الباك، اذا عطاهم لك دخل ميزان وهضر لك عليهم في المعطيات، تسمى قال لك عدم استلام فاتوره، عدم استلام مخزون، وزاد عطى لك مبلغ في المعطيات، تخدم بالمبلغ تاع المعطيات، فهمت؟ زعما نقول هذاك 380 70,000 ومن بعد يهضر لك عليه داخل المعطيات، يقول لك عدم استلام مخزون بضاعه بمبلغ 60,000، ما تخدمش 70,000، خدم تاع المعطيات. بصح اذا ما هضرلكش عليه، ما هضرلكش عليه كاع في المعطيات، ما هضرلكش عليه وحدك تخدم تاع الميزان باينه. اي شنو الزوج هذو؟ 380 81 82 غدوا اوفيسيو كاين في السوجي، ابدا بهم. لك حاب ما تعطيوش نص نقطة، ابدا بهم باسكو على جالهم ما نجيبوش 20، لأنه غدوة إن شاء الله حيعطيهم لك داخل الميزان وفي المعطيات ما يهضرش عليهم. اشفى ممكن يعطيك عليهم سؤال يقول لك فسر سبب ظهور دائن أو مدين. عادي، أول حاجة
كيقول لك في السر الاجابه كيفاش تكون؟ عن طريق الترصيد. عن طريق الترصيد واش معناتها؟ معناتها 380 تفتح له قيد بهذا الشكل، روح لميزان المراجعه 380 وين راه؟ 380 في الدائن. شو معناتها الترصيد؟ معناتها ترجعوا مدين. شكون يجي لتحت؟ راني جاي 382 تبع مليح 382 وين راه؟ في المدين، ترجعوا في الدائن، هذا هو الترصيد. ومن بعد هنا بقات بلاصه فارغه لتحت، هنا بقات بلاصه فارغه لفوق. قلت لك يا 37 يا 408، 37 دائما يموت لفوق و 408 دائما يموت لتحت. هذا عدم استلام مخزون وهذا عدم استلام فاتوره. اي 380 واش البلاصه اللي راهي فارغه؟ الفوق ولا لتحت؟ اللي راهي فارغه هي لتحت، تسمى طبع هذا، طبع 408. وهنا واش البلاصه اللي فارغه؟ الفوق، تسمى طبع هذا 37. عاود فيديو تفهم او داخل نزال مراجعه دائم. انا وين رجعته؟ مدين، قالت لي هذه فارغه طبع 408. تقول علاش ما درتش 37؟ ما يجيش لتحت، هذا هو اللي يجي لتحت. وهنا هذا وين راه؟ مدين، انا وين رجعته؟ دائم. شكون بقات فارغه؟ الفوق، يجي هذا 37 الفوق. هذا واسمه مورد الفواتير التي لم تستلم بعد او التي لم تصل بعد. 37 اسمه المخزون الذي في الخارج، وتسجل بالمبالغ اللي راهم هنا 70000 70000 وهنا 50000 50000. هذا واش كاين كاع في المخزونات؟ كاين حاجه مقترحاتها وشنو هي؟ زعما نقولوا يعطيكم فوارق الجرد ويقول لكم فرق مبرر 60%، ولا يقول لكم فرق مبرر 90%، ولا يقول لكم نصفه مبرر. سهله. إذا قال لك زعما فرق مبرر 70%، تسمى 30% غير مبرر. معناتها أحسب فوارق الجرد كما تعرف، دير المادي ناقص المحاسبي تلقى مبلغ. هذاك المبلغ إذا قال لك زعما نقولوا 70% مبرر، تسمى أضربه في 70%، زعما نقولوا لقيت فرق 10000، درت المادي ناقص المحاسبي خرجت 10000، هذيك 10 أضربها في 70% أعطيك 7000، معناتها 7000 راهي مبرر. 10000 ناقص 7000 3000، معناتها 3000 راهي غير مبرر. تسمى عندك زوج قيود ومن طون، راك شايف؟ تسمى حد زوج قيود، حد خطرة مبرر، خطرة غير مبرر، إشارة هي إشارة. إذا لما كانت ناقص 10000، تسمى أنا حجي ناقص 7000، أنا ناقص 3000. أخ معايا؟ عادي. وإذا كان أنا زائد، حيكونوا في زوج زائد. ليسونسيال، إذا قال لك 70% مبرر، 30% غير مبرر، قسمها هكذا باش تفهم. ودير، دير زعما نقول 31 خطرة في المبرر، خطرة غير مبرر. عادي. تسمى حيتكرر زوج مرات. دوكا نروحوا للزبائن. أها الزبائن ديروا 80 ديريكت. تمرين شباب صعيب في القاسح، ونفكركم شويه نفكركم شويه في الامورات، سهل جدا على كل حال. الزبائن خلاص انا كملناهم، نديروا المشكوك فيهم اللي هما 416، ومن بعد نديروا العاديين، المشكوك فيهم هو الصح. تبع شوف، اول حاجه عندك ميزان مراجعه لازم تفهم المبالغ اللي جو الداخل واش معناتها. معناتها بار اكزومبل 416 معناتها 491 واش معناتها؟ 416 عندك 491، مبلغ تاع 416 دائما مادين، هكذا هاوليك 416500. هذا واش نرمزوا له؟ مجموع الرصيد تي تي سي. دائما الرصيد عمره ما يكون دين. اشفى، مجموع الرصيد تي تي سي. واش معناتها الرصيد؟ معناتها هو المبلغ المتبقي بعد التسديد. يعني اللي يجي مور التسديد، عندك الدين تي تي سي تسديد ولا التحصيل، ومن يجي الرصيد. تسمى اللي يجي داخل الميزان هو دائما الرصيد، دائما دائما دائما. صحيح؟ 491 دائما يجي في الدائم، عطاه لنا هنايا 250000. خلاص خوتي؟ هيا بسم الله. هذه 491 واش تمثل؟ تمثل مجموعة خسارة القيمة السابقة، يعني خسارة العام اللي فات. ثبتت علاش ما درتوش؟ تعديل وكاع ساهلين. تاع ام اوف سيجما هذوك ساهلين. هذا العام ان شاء الله غدوة حتلقى عندك خساره سابقه وموراها صرات نازل. تسمى لازم ديروا تعديل مخطط، قسموا طابلو، عدلوا المخطط، اقسموا طابلو في الخساره، ومن بعد ديروا تاريخ التنازل تولى زعما 6 شهور، وهنا زعما نقولوا يكون تاريخ التنازل 9 شهور، دير 9 شهور. اي كي بيعها زعما نقولوا بيعها تنازل 1/10، تسمى عندك 9 شهور، بصح لو كان زعما بيعها 30/10 عندك 10 شهور. راك معايا؟ خمم بلا لوجيك، قول بلي انا كنت كاسب حاجه كي نبيعها برومي اكتوبر، خلاص انا اللي بعتها برومي اكتوبر، اسكو اكتوبر مازالت عندي؟ او لا لا خلاص بعتها راحت، تسمى خدمت بها 9 شهور سبتمبر اوت ولي 12 ريال، بصح كي يشريها برومي اكتوبر او شراها تروح لافا، تسمى كاين 3 شهور 10 11 12، كي تشري روح لافا، كي تبيع
ولي مارشاريال وما تزربش في الاشهر. راني وصيتك اخدم بعقلك. راني وصيتك راني وصيتك. تاريخ الشراء راه الله، تاريخ البيع ولي مارشاريال بلا تنسى تقسم الورقه لازم منا قبل ومنا بعد. اوفيسير غادي تلقى التعديل، اوفيسير حتلقى خساره سابقه داخل ميزان المراجعه باش دير التعديل. خلاص انا وصيت سهل هذاك من ريفيزي وحدك هاهم كاين في اليوتيوب. بون الزبائن عطاه منا، قال لك الزبائن الحسابات الملحقه موضحه في الجدول التالي. عطانا جدول غادي نرسموه كاش مشكل وكم فاهمكم مليح. الزبائن اش تفهم لي زبائن؟ سي خرده اخويا، خرده الخرديس ما كاين والو. دين تي تي سي هو كتب لهم، ها كتب لهم تي تي سي. خساره القيمه 2020، تحصيل معناتها تسديد 2021، والوضعيه اخويا نروحوا نشوفوا كيفاش رانا في نهايه السنه تاع 31/12/2021. غدوه صباح ولا بالثلاثاء ان شاء الله، ايه يعني غدوه صباح تلقى هكذا تلقى مطلوبه 2021. هنايا سماها لنا الهناء، وهذه سماها لنا جعفر، وهذه سماها لنا فردوس. انا نتيري من راسي سميتهم هكذا، انا حبيت نسمي تسمي صح. قال لك هذا ما على بالناش، قال لك هذا نسالو له 476000 كنا نسالو له، هذا ما على بالناش، هذا خساره 20%، هذا ما على بالناش، هذا عندك 156000، عندك 156000، قال لك خساره 50% النسبه تاعها من الدين. كيقول لك من الدين معناتها اشتي خساره دائما من اشتي. هنا عندك تحصيل تاع 185640، وهنا عندك تحصيل تاع 60%، وهنا عندك تحصيل تاع 297500. ملاحظات، قال لك يحتمل تحصيل 65% من الرصيد. كي نقول لك يحتمل تحصيل 65% من الرصيد معناتها اشتي، كيعطيك بالبرسنتاج معناتها من اشتي. افلاس مؤكد، افلاس مؤكد مورا الهابط. وهنا قال لك سوف يتم تحصيل كل دينه، يعني سوف يسدد كل ما عليه. خلاص خوتي. وكي يقول لك هذيك تاع يعطيك ملاحظه ويقول لك تسديدات كلها سجلت بتاريخ حدوثها، هذيك ما لها معنى، هذه روحك ما شفتهاش. والقيمه المضافه باينه ب 19%، شي معلومه هذه 19% هذه مفروغ منها. صح خوتي، ان شاء الله الفيديو هذا يكون عالمي ب 100 معنى الكلمه وتستفادوا ماكسيموم. شوف اول حاجه راك داخل الباك والله غير تمرين كيما هذا اللي ما يعرفش طريقه تاع الطابلو، اقسم بالله ما تحل تمرين كيما هذا. نحكي لك ولا تحلو بالسيف، بصح ليا طريقه تاع الطابلو تبع مليح. الحل في الباك واش دير؟ تكتب له هكذا 416، ترسم الطابلو تاعك، طابلو شيكور الشواك، ما كانش يقرا خير منا حنا، كان شي عنده ميثود تاع زبائن كيما اللي عندنا، تضرب روحك في روحك ما عندكش. بون حنا تعلمناها بيان سير، هايليك، الحمد لله، خصنا طورناها خير وخير. هنايا اسمها هناء، جعفر، وفردوس، يا لطيف، فردوس باينه بلي سراقه من اسمها، وتلقى شغل مسمومه. تي تي سي وشي من اشتي، اشتي وشي من خساره، تسديد تي تي سي، اشتي خساره، وهنا تجي مقارنه. ولا تحب تسميها الفرق، ولا تحب تسميها التعديل كما تحب. تي تي سي وشيمد اش تي، اش تي وشيمد خساره قيمه 2020 يعني السابقه. اسمع تقدر تكتب بالستيلو الزرق ولا الحل، تطرب للحل تكتب بالازرق علامه كامله. هنا تسديد او التحصيل نفس المعنى، ومن بعد يجي تي تي سي اش تي، ومن بعد تجي خساره قيمه 2021. اسمع مليح، هذا اللي يجي هنا، هذا اللي يجي هنا ما بدا اللي جو هنا، واش نقولهم؟ كنت نسالو ومن بعد يخلص شويه، المهم يخلص شويه يبقى شويه، واش يكون اسمه؟ يكون اسمه دين تي تي سي، واش يولي اسمه؟ رصيد تي تي سي، على بها هنا نسموه دين وهنا دين، ومن بعد مور التسديد، مور التسديد اي التحصيل يولي رصيد، خلاص؟ تزيدوا خانه هنا سموها 491 وتزيدوا خانه هنا بالك ديروها هنا تاع الرصيد 416. قلت لكم هذا اللي يجي داخل دائما 416 يجي تحت الرصيد، هاي 416500 وهذيك 250000 اللي هي مجموع الخساره. بلاصي بوكا جعفر عندك 476000، واش حلو لي ساهل هنا 20% كتبها بالك حل غير صغيره. هنا عندك 100
و 56,000 وهنا عندك نسبة تاع الخسارة 50%، تسمى بصحتك الأشتي بصحتك تي تي سي. هنا عندك تسديد 185,640، كي تلقى هذا دير هذا ناقص هذا تلقى هذا. هنا عندك تسديد 60%، وش معناتها؟ معناتها دير هذا، تبع مليح، دير هذا في 60% تلقى التسديد، ومن بعد دير هذا ناقص هذا تلقى هذا، ومن بعد هذا اجمالي ناقص هذا ناقص هذا تلقى هذا. وعندك تسديد هنا 297,500، كي تلقى هذا دير هذا زيد هذا تلقى هذا. هذا قسمه تلقى عشتي عشت تضربه في الخسارة تلقى هذه، ومن بعد هذه خسارة ناقص هذه الخسارة ناقص هذه الخسارة تلقى هذه. أتها الله اللي يقرأ عندي يتبع في اليوتيوب وفهم قا واش كنت نهضر، اللي ما كانش يقرأ معليش تبع معايا. بسم الله، أول حاجة الزبون اللي راه عدتين، الزبون اللي راه عدتين هو جعفر ولا فردوس كيما تحب. تحب نبداو بجعفر؟ آه جعفر ماهوش عدتين، تكون خسارة ما عندناش النسبة، تسمى فردوس. هيا فردوس يا الله طيف من اسمك، نسمى فردوس ديديكاس ليك اختو تباني سراق الله يسترنا. عندنا خسارة قيمة مع النسبة بصحتنا الاشتي، واش نديرو؟ الدين اشتي يساوي خسارة قيمة 156,000 قسمها على 0.5، 50% على 0.5 قسمها، بالعكس يا اخي مالنا تجيب الضرب تولي بالقسمة، قسمها تشوف ربعها في زوج تسمى 300 و 6,000 12,000 نشوف 156,000 قسمة والله غير جبتها صحيح 312,000 يجي هنا 300 بون نكتبهم بالاحمر ماذا احنا حسبناهم تبرها لنا كل شهر بوكا نقدر نحسبوا تي تي سي الدين تي تي سي يا اخي نديروا هذه 312,000 نضربوه في 1.19 قول لي علاش منين جبت هذه الهضره اي يا اخي الدين اشتي الدين اشتي يساوي تي تي سي دين على 1.19 اخلص بوك انت هذا عندك عفوا دين اشتي عندك اخلص 1.19 اضرب الدين اشتي هاي لك 1.19 اضرب الدين اشتي هذا ضربوا في هذا تلقى الدين تي تي سي انا مولين بالعكس يا اخي انت ماكش فاهم من لهنا تجيب القسمه من لهنا تولي بالضرب من لهنا تروح بالضرب من لهنا تولي بالقسمه بوك اسمها ولينا بالعكس ودرناها مقبل اللي يقرا عندي والله غير مفهمينها خويا اللي مابقاش عندي ولا مابقاش تبع ماني من ندير 371,000 371,000 و 280 371,000 و 280 يا ودي لا لا غدو في البحر تلقى ميتين كيما هذا ولا تلقاه اسهل والله غير اسهل انا ندير غير صعاب ها اللي كاين بوكا نديرو هذا ناقص تسديد نلقاو الرصيد الرصيد تي تي سي او نكملوه فردوس نكملوه باش نبداو بالاخرين 371,000 و 280 ناقص 185,640 جاها دي تي تي سي ناقص تسديد هو يساوي الرصيد ناقص 185,640 ايه تلقى النصف خرجت نفسها خرجت نفسها خوتي معناتها النصف 185,640 معناتها النصف سدد النصف هيا روح تي تي سي وش هي من طاشتي قسم على 0.19 قسم على 0.19 156,000 156,000 ومن بعد في الملاحظة واش قال لنا؟ قال لنا سوف يتم تحصيل كل دينه ثم الخسارة ما كاش تحويل زائد إلغاء علاش درنا التحويل؟ تبع مليح كاين يا إما يقول لك سدد كل ما عليه واللي يقول لك سوف يسدد كي يقول لك سدد دير إلغاء ديريكت كي يقول لك سوف يسدد ولا سيسدد تحويل زائد إلغاء فهمت؟ صح هاي عليك التحويل والإلغاء ما تحفظهمش أسئلة نبدأ دائما بالتحويل قيد التحويل دائما نكمل التحويل قول كيفاش كان كيفاش ولا هنا قول كيفاش كان كيفاش ولا كان ولا ولا 41 فيها ولا ما فيهاش فيها 41 41 دائما كيفاش كان كان سراق 6 كيفاش ولا 1 عادي كان سراق ولا عادي ونسجلوا دائما بالتي تي سي الرصيد دائما التي تي سي الرصيد بالك تسجل بهذا تسجل بالرصيد تي تي سي بجديد 185,640 185,640 185,640 خلاص ليك هذا طونتيان دوز لا زبون عادي زبون مشكور الغاء حاجه مليحه 170 زبائن كما المخزونات 5 41 واش نزيدو 9 وتلغي خساره هذه 156,000 خسارة السابقة
156000 156000 هذا واش معناتها تحويل زائد الغاء. تسمى فردوس انا كملناها بكا شكون الزبون اللي نقدروا نخدموه؟ تبان لي والله اعلم واش لازم عليك. لازم عليك تحسب التسديد هذا. علاش كي نحسب التسديد هذا راح ندير هذه ناقص هذا نلقى الراس تاع هذا، ومن بعد ندير هذا ناقص هذا ناقص هذا نلقى هذا راس تي تي سي، ومن بعد ندير راس تي تي سي زائد التسديد نلقى دي تي تي سي، ومن بعد دي تي سي يمد لي اش تي اش تي يمد لي خساره ونكمل. تسمى واش لازم عليا؟ لازم نروح عند جعفر نقول له يا جعفر جيت نديباني بك نحسب عندك تسديد تاعش التسديد تاعي واش يساوي؟ 60% من هذا تسمى 476000 اضربها في 60% ودير في بالك بلي زبائن غدوة حيجي ساهل يساهل هذا بزاف 476000 ونقول لكم واش راني متوقع انا نجي هذا العام في الباك. دونك نقول لكم واش راني متوقع 285600. اسمع ايماجين غدوة في الباك يمد لك هنا 285600 وهذه ما يمدها لكش يقول لك 285600 وهنا 60% يعطيها لك هكذا. واش دير؟ دير 285600 قسمها على 0.6 تلقى الدي تي تي سي واللي بالعكس غدوة استناها في الباك هذه بقوة كاع استناها بقوة سي بون ايكي انا لقينا التسديد بكا نحسبوا الرصيد تي تي سي تاع جعفر واش نديروا؟ 476000 اللي هي هذه ناقص هذه ناقص 285600 اوكي دوك نعرفوا شحال الرصيد تي تي سي تاع جعفر ناقص 400 بون 470 ناقص لا من 190000 انا رايح جاي حنا نصرع 190400 بصح انا لا غبي على ستوبيد على ستوبيد لا لا الحاسبه ماشي ثقيله ماشي قرعه غاز رفدها في يدك اه عاد فتحت عليا يا خو سمح لي تمشي بنادم هاي الزوج تاع الصباح وقعدت في بهلل رايح جاي رايح جاي واش خو فايف يا مشي مشى تهبلني بكا جعفر الله غالب جعفر صحار فاتك ما نقدرش نكمل تسمى لو كان ما عندكش طريقه تاع طابلو ما تقدرش حل بكا جعفر ما تقدر دير والو ما تقدرش واش لازم دير؟ تحسب الرصيد تي تي سي تاع هنا فهمت هنا نحسبوا الرصيد تي تي سي تاع هنا واش نديروا؟ اجمالي ناقص هذا ناقص هذا نلقاو هذه 416500 ناقص هذا ناقص هذا اجمالي جبناها من ميزان المراجعه ناقص 185000 شوف شحال صعيب 80 ايماجين ما عندكش الجدول والله ما تحرك يدك اقسم بالله ما تحرك التمرين تمرين اسمع اسمع هنا طريقه الجدول الجدول ما نغلطوش ناقص 190400 تخرج 40460 اوه واه تهكا لي الدوان تاعنا روحك كاع ناقص 100 اوه راني صحيح يا خو واش بيك اوه راني صحيح الله يغفر لك اوه ربي يغفر لك خو راني صحيح 40000 ايها راني رافدها في يديك شما صرالي ما فهمتش رايك والله ما فهم ايه يا اخي خمسه ناقص واحد مش يساوي اربعه كيما حيلك الخمسه أربعة زائد واحد يساوي خمسة إيه دي تي تي سي ناقص تسديد يساوي الرصيد الرصيد زائد تسديد يساوي الدين آه صاحبي نقدر نحسب الدين إذا دين تي تي سي وش يساوي خطي يساوي الرصيد تي تي سي 40000 شطاب وش حالها هي 460 زائد تسديد 297500 والله 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 يا بلا طابلو بتحل تمرين أتهلا حاجة بتحاجة انسى انسى تبرع 337960 337960 دوكا خلاص عندك هذا يحسب بالاشتي هذا قسمه 0.19 284000 ومن بعد اضربها في 20% تلقى 56800 ومن بعد تقدر تلقى هذه الخساره تقدر تلقاها يا اخي عندك خساره اجماليه ديال هذه ناقص هذه ناقص هذه الخساره هذه ومن بعد هذه ما تحقاش كاع اشتي ما كان قاعد يحسبوا واش دير به حتى حسبوا حتى ما تحسبوش حنا الاشتي الاشتي يا اما نحسبوا به الخساره يا اما نحسبوا به التي تي سي اذا عندك تي تي سي وعندك خساره ما تسحقش الاشتي اللي يقراو عندي يفهموني هاي نكملوا بكا خلاص لقينا هنا لقينا خساره تاعو هذه بكا نحسب الاشتي 40460 استمر هنا 460 قسمه 1.19 34000 اقل ملاحظه قال لك يحتمل تحصيل 65% تسمى راح يمد لك 65 إذا الخسارة 35 0.35 كان قال لك يحتمل عدم تسديد 65 اضرب 65 ديريكت 11900 لكن خسارة كانت 56800 ولا 11900
باينه ديال الحاليه ناقص السابقه راح تلقى تخفيض بي كانت كبيره ولات صغيره تخفيض بي نحسبوا فرق ب 44900 تسمى هنا عنده قيد التخفيض هنا واش عنده قيد التخفيض تخفيض حاجه مليحه 78 5 ومن بعد عنده 41 9 44900 شكون 44900 اللي هو الفرق خلاص اما جعفر جعفر نحسبوا الخساره ديروا الاجماليه ناقص هذه ناقص هذه 250000 ناقص 156000 ناقص 56800 تجي 37200 يرحم بابك واش دير بالاشلي تحسبوا حسبوا قسم هذا فاصل 19 بصح معليش علامه صح دوكا تي تي سي وشي من اشلي 190400 قسمه 1.19 تلقى هنا 160000 قال لك افلاس تسمى الخساره ما كاش قيد الافلاس الافلاس تاع الزبون المشكوك كاع تعرفوه اللي هو ثلاثه لي كود ديما يبداو بالربعه زوج وين يجوا الفوق وواحد وين يجي لتحت 41 واش نزيدوا له 9 شحال يلبس اك على بالك 44 57 وهنا 41 عفوا 41 6 ليكيب هذه نسجلوها بخسارات القيمه 37200 وهذه نسجلوها بالتيفيه المحصل والتيفيه واش تساوي تساوي تي تي سي ناقص اشتي الرصيده دائما بالرصيد معناتها 190400 ناقص 160000 تخرج 30400 وهذا دائما نسجلوه بالتي تي سي الرصيد الرجله الرصيد معناتها بهذا 190400 خلاص خوتي ما دوش ديروا سهله مهله اجمع المدين اكسلوا الدائن 37200 زائد 30400 ناقص 190400 تلقاو بما انه جا ناقص الفرق 654 عفوا 1 2 3 4 5 6 نجي هنا 4 5 6 واسمها خسائر قيمة عن حساب الدائنة غير قابلة للتحصيل خسائر قيمة عن حساب الدائنة غير قابلة للتحصيل 122800 وهكذا نكون كملنا الزبائن شرح القيد قيد الإفلاس سيبون حقنا قريب ساعة فراسك هذا هو الحال تاع الزبائن لكن اللي أحب يفهم الزبائن مليح ندير فيديو في اليوتيوب الزبائن العاديين هنا مشكوك فيهم سيبون روح شوف فيديو رقم 9 وشوف شوف الدوس تاع الزبائن العاديين زرب وين لازم وشوف هكذا خوتي دوكا نروحو نريفيزيو واش عيطو لهم هذو تاع اعباء معينه مسبقا سدادة دفاعات الى اخره رابيدمون نشوفو خوتي بون انا ما حشان ندير حساب النتائج في هذا الفيديو باسكو راح يدي بزاف الوقت هذا الفيديو سبيسيالمون اعمل نهايه السنه تسمى في اللايف كي تجيو تشوفوا اللايف على 7:30 هنا كي تجيو تشوفوا اللايف على 7:30 الليل ندير فيه القوانين تاع حساب النتائج وندير فيه القوانين تاع اي وحده تاع الصباح ولا الزوج وندير في قوانين تاع ميزانيه وقوانين تاع القروض ومراجعات بون قبل ما تجيو تشوفوا اللايف نحط هذه على 5:30 فيها ساعه تسمى تكملوا على 6:30 ماكسيموم 7 زيدوا شوفوا لي الفيديو رقم 20 و 21 دبر راسك زيد شوف لي الفيديو رقم 20 و 21 ومن بعد اروح شوف اللايف كي تكمل اللايف روح شوف الفيديو رقم 22 وروح تجوز تسمى عندك 5 سوايع ريفيزيون في الليل من 5:30 تاع الحشيه تاع مول العصر حتى ل 11 تاع الليل 12 ارقد ديدك على 12 تاع الليل وروح تجوز غدوة صباح هذه هي ما تنساش على حاسيبة ستيل تاعك تنسى ورقة وخو هاي صحة تبع معايا لكن أول حاجة وحدة رقم 6 راح يقول لك في الباك عدم استلام فاتورة إي كيقول لك عدم استلام فاتورة روح الخنشلة على 8 تاع الصباح سيتادير كيقول لك خنشلة معناتها دايما خنشلة تموت لتحت اللي هي 40 على 8 تاع الصباح عندك بزاف فواتير يقدر يقولهم لك في البنك الفاتوره الاولى فاتوره اكتب اكتب فاتوره الكهرباء والماء والغاز الكهرباء والماء والغاز تقولها كريستيانو طالع غاز 207 كريستيانو طالع غاز 207 عندك الدوزيام فاتوره الصيانه والتصليحات بار اكزومبل نطيح بومبان في تيزي وزو انا كي نطيح بومبان في تيزي وزو شكون تيزي وزو 15 حنا قرينا الولايات الاولين ومن بعد بدا يسرقوا فيهم بصح اكيد كي كنا نقرب بالولايات اول مره بدا يضحكوا عليا قالوا لي علاش تقرب الولايات وتحرف ومن بعد ولاو يقربوا بها الدوزيام رياض محرز اللي هي عدم استلام فاتوره الهاتف البريد المواصلات السلكيه اللاسلكيه الانترنت 26 رياض محرز تسمى عندك كريستيانو طالع غاز حنا اون بان تيزي وزو رياض محرز عندك شويه اه شويه لا 23 تاع الاشعار 24 تاع النقل ترونسبور هذو كاع يمشوا مع عدم استلام فاتوره خشله 8 تاع الصباح
المبالغ عطيناك في المعطيات اشفى سبعة كل سنة طالع غاز كريستيانو الماء والكهرباء والغاز كاع كيف كيف هكذا هذا اسمه مشتريات غير مخزنة باسكو ما نقدرش تخزن تريسيتي تخلص لك الكوبو هذاك 615 وسمو الصيانة والتصليحات يعطيها لك 626 الهاتف البارد والمصاري 23 اشهار 24 نقل كاع يبداو بستة باسكو اعباء حتصرف دراهم شحال الحلقة عدم استلام فاتورة يا اما كهرباء يا اما ماء يا اما غاز المبالغ معطيات تربح صح عكس عدم استلام فاتورة عدم تحرير فاتورة اسمع 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 هنا خنشلة ما هنا خنشلة بصح هنايا خنشلة زايد واحد عقداش على 8 تاع الصباح سي طادير تجي دير القيد تاعك بصح تتعكس بسكو علاش هنا في الستة هنا في السبعات اي خنشلة زايد واحد 40 زيد لها واحد 41 سوق احراس على 8 تاع الصباح باسكو هنا مورد وهنا الزبون فهمت هنا مورد الفواتير التي لم تصل بعد هنا الزبائن التي لم تحرر بعد تدور بينها 8 تاع الصباح وتمشي دائما مع مبيعات 70 باسكو علاش محش المؤسسه هي اللي ما حش تحرر فاتوره المبيعات 70 زغلوا المبيعات يا اما مبيعات بضائع زيرو يا اما مبيعات منتجات واحد تسمي 700 701 صيغه السؤال في الباك المبالغ اللي عندك واجدين يقول لك هكذا عدم تحرير فاتوره مبيعات كيقول لك عدم تحرير ماشي نفس عدم استلام عدم تحرير هي خنشله زائد واحد 41 على 8 تاع الصباح اذا قال لك مبيعات طبعها مع 700 ما نقولوش 700 نقولو 70 زيرو اذا قال لك منتجات نقولو 70 واحد مبيعات منتجات تسمى 70 هي المبيعات والواحد منتجات خلاص ليك مبالغ اللي عندك واجدين شرح القيد عدم تحرير تربح زين دوكا عندك الدوزيام كيقول لك سددت ولا يقول لك دفعت اشفى مليح غير يقول لك سددت ولا يقول لك دفعت من الاخر راح تزور 48 ولايه عقداش على 6 تاع الصباح فيها زوج دراري في زوج يبداو بالستة يا نروحو لتلمسان نكرو دار ايجارات يا لاسيرونس ارجي تأمينات هكذا ليك القيد تاعك ايزي دائما هذا اسمو اعباء معينه مسبقا دائما يجي الفوق ومن بعد عندك 6 دبل اكس يا 13 يا 16 المبالغ تحسب معناتها لازم نحسبوها الله غالب وكما نحسبهاش احتدي صغرو اسمع كي يعطيك مبلغ داخل ميزان المراجعه تاع 616 ومن بعد زعما يعطيك مبلغ واحد اخر في المعطيات خدمت على المعطيات فهمت خدمت على المعطيات بصح اذا ما قالش مبلغ في المعطيات خدمت على الميزان دائما اولويه للمعطيات سكوت على الميزان اجمالي هذا ما كان تسمى الى قالت على المعطيات خدم المعطيات مثال نديرو امثله مثالين مثلا يقول لك سددت مؤسسه مصاريف الكراء مصاريف كراء منزل او مستودع لمده 18 شهر تسمى هذه المده الاجماليه نقسم عليها بمبلغ 360 الف انطلاقا من مثلا 1/3/2021 وغادي تقدر تشوف الباك هذه تبعها مليح اول حاجه ابدا بالقيد دير جد القيد القيد كلمات مفتاحيه واش قال لك سددت ولا دفعت كيف كيف تسمى راح تزور 48 ولايه عقداش على 6 تاع الصباح ومن بعد طبع هنا 6 قال لك كراء واش معناتها كراء ايجارات معناتها 13 المبلغ بدا تسجل بهذا واش دير دير 360 في قسم على 18 اسكو 18 اجمالي فيما تضرب تضرب في العام الجاي ضرب دائما في العام الجاي واش تجي دير اكتب من الى انت واش يهمك يهمك الى من هو هذا ما يهمكش هذا تجبد منه برك عدد الاشهر باش تعرف شحال باش كيتنقص هيا روحوا لافو باسكو كي تكون من روح لافو الى واللي مشاريع روح 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كاين 10 كلش حكايه كاين 18 ناقص 10 8 تسمى اضرب في 8 على 18 دائما اضرب في العام الجاي باسكو هذو 10 طاحوا في 2021 8 هذو طاحوا في 2022 راني هموري المسبق الافونس ومن بعد دير هذا في هذا هذا سجل بمبلغ شي حل طيب تسويه اعباء معينه مسبقا وتسجل لا دات 31 بلس هذا المثال الاول خلاص وكان زيد لكم مثال واحد اخر كيعطيكم زوج تواريخ وانا مقترحه بزاف تبع يقول لك دفع تلميذ مصاريف تامين ب 18000 دينار جزائري
زعما خلص لاسيرونس تاع كوبابيليتي قيس عام كومبلي يقرا عندي. وقتاش بدا يقرا عندي؟ بدا يقرا عندي 30 اوت 2021 من 30 اوت 2021 الى غايه الى غايه 1 جوان 2022. اول حاجه ابدا بالقيد في الباك دفع يعني 48 ولايه عسل ستار طاح ستيلو عسل تاع صباح بما انه تامين 16 الجي مبلغ يتحسب بالك سجل 18000 واش تجي دير 18000 في اعلى ما على بالناش شحال انت يهمك العام الجاي بون هنا طالك المده الاجماليه يعني ما طالكش تحسبها اوكي من هايديك الى هايديك اسمع من الرقم لافو الى نولو مشاريع 8 انت بدي تقرا 30 اوت بالله عليك اللي يقرا عندي قول صح اسكو كلش واحد فيكم يقرا عندي خلص اوت والله واحد فيكم ما خلص اوت كاع قريت اوت باطل شو حصات الاولى تما اوت ما خلصوش عليه معناتها خلص سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر تما خلص 4 شهور في 2021 اي اسكو كلش واحد فيكم خلص جوا والله واحد ما خلص جوا تسمى كي كملت لي كور برومي جوا معناتها جوا ما خلصتوش تما واش خلصت خلص 5 شهور ماي افريل تو لي مشاريع كلش 9 تما ضرب فيه 5 وقسم على 9 اضرب في العام الجاي قسم على الاجمالي سجل بالمبالغ بصحتك هادو هما اللي كاين اي غدو في الباك حلقه هادي حلقه بقيه تبع مليح بقيه لدى المؤسسه طوابع بريديه وجبائيه ب 7000 و 3000 على التوالي في الباك غدوه اللي حلقها عليها نص نقطه 0.25 احفظ هذه كيقول لك بقيه من الاخر دير 48 عسل تاع صباح فيضة كي تسمع بقيه دير هذا القيد طوابع بريديه 6 رياض محرز 26 اما طوابع جبائيه معناتها الضرائب والضرائب درناها مقبل مصلحه الضرائب 64 ولا 645 اذا صحاح تحب ديرها 64 تحب ديرها 645 وتسجل المبلغ هذه 7000 وهذه 3000 اجمعهم عندك 10000 كي تجيك غدوه في الباك دير هكذا عليها 0.5 اشفى كيقول لك بقيه دير هذا كيقول لك بريديه هاي ليك كيقول لك جبائيه هاي ليك سلام عليكم هكذا نكونوا كملنا كاع عمل نهايه السنه في ساعه وربع كلش ولا ساعه و10 دقائق خوتي نسحق منكم حاجه واحده اللي هي تفرحونا على الكوبابيليتي كلمي روحك ريفيزي بالعقل شفت كتشوف الفيديو هذه اروح ديك للانستا حندير لكم لايف وباذن الله اللايف هذاك حندير في حساب نتائج قوانين تاعو وندير لكم كاع لي فياج وميزانيه وقوانين على القروض ما تنساليش حصه 20 21 22 شوفهم كاع واللي راهو ضعيف واللي راهو ضعيف نوض في الفجر شوف الحصه رقم 13 تاع عمل نهايه السنه فيها ساعه وضع 5 تاع الصباح من 5 ل 6 شوفها كومبلي كومبابيليتي لازم تجيب 20 راني نزرب بزاف على بالي ليسونسيال درت لكم كاع عمل نهايه السنه باذن الله بتوفيق من الله قيد ما نسيتوش نرمو هذو هما كامل هكذا خالتي بون كوراج نحبكم بزاف عبد الفتاح بالك بالك ثم بالك شوف اذا اصبنا فمن الله وان اخطانا فمن الشيطان انا انسان ماشي معصوم الخطا انا غير اوفيسيال درت لي عليا وقفت معاكم قد ما نقدر لي لايف يوتيوب في القسم ولي ينكر الخير بطبيعته هذيك ربي ان شاء الله يهديه او يا اخي اللي يحبنا يموت علينا موت شباب انا نقول لكم حاجه واحده حتغيظني عمري بزاف كي تجيب الباك وتروح ديزابوني من انستا علاش تغيظني عمري تقول لي واش دير بليزابوني ولا غير ماشي واش ندير انت كي ديزابونيني معناتها انت انسان مصلحه شغل نحس بالفارغ علاه تروحوا ريحوا معايا بالك شنو نتلاقاو بالك نسحقهم بالك تسحقوني على الله عليك نموت عليكم صافي بليزير شغل ضيق لي بزاف تبع لي نيو ميديا تبعهم اللي يشطحوا وانا انش بارك الله فيك على كل حال ايات الله سو نموت عليكم